بدأ الغزو الإسرائيلي للبنان في الرابع من يونيو حزيران من عام 1982 بغارات عنيفة شنها سلاح الطيران الإسرائيلي على بيروت الغربية والجنوب. كانت الذريعة لبدء الغزو محاولة اغتيال تعرض لها السفير الإسرائيلي في لندن شلومو أرغوف. لم تأبه إسرائيل إلى أن مهاجمي أرغوف كانوا من جماعة أبو نضال المناهضة لياسر عرفات. زجت إسرائيل إلى لبنان بضعف عدد القوات التي واجهت بها مصر وسوريا في حرب عام 73. بدأ الغزو البري للأراضي اللبنانية بعد يومين من الغارات الجوية. في 10:35 صباح 6 من حزيران يونيو ظهرت 13 دبابة سنتوريون إسرائيلية عند جسر الحمراء، كانت طليعة القوات، إذ كان هناك 6 جنود هولنديين مسلحين ببنادق رشاشة عند حاجز الحمراء تقابلهم 13 دبابة سنتوريون. قام جنود الأمم المتحدة بواجبهم فقالوا: إلى أين أنتم ذاهبون؟ توقفوا. فتوقفت الدبابات الإسرائيلية. قال الجنود: لا يمكنكم دخول منطقة الأمم المتحدة. فرد الإسرائيليون: نحن آسفون، هذا غزو. غزو، انتظروا. رمى الجنود الهولنديون بعوائق على الطريق، فانكسر محور الدبابة الأولى عند محاولتها التقدم، وألقى الجنود بحواجز حديدية على الطريق فانكسر جنزير الدبابة الثانية. إذن أوقفنا دبابتين وبقيت 11 دبابة. نفدت منا العوائق، نحن قوة حفظ سلام ولا نتوقع اجتياح مواقعنا. بعد ذلك قال الهولنديون: غزو، وماذا عسانا أن نفعل؟ نطلق النار من بنادقنا؟ فبدأوا يلتقطون الصور. مرت تلك الدبابات وتلتها 1100 دبابة. كانت لدينا كتيبة فرنسية وصلت للتو. اتصل عقيد فرنسي قائلا: ليس لدينا في الجيش الفرنسي هذا العدد من الدبابات الذي مر للتو من منطقتي. بالكاد استطعنا إحصائها، 4000 عربة مدرعة، الجيش والبحرية والطيران، 4000 فلسطيني لمواجهتهم. فقلت: لحظة، هذه ليست عملية تطهير للمنطقة من صواريخ الكاتيوشا، هذا غزو كاسح اشترك فيه 90,000 شخص في نهاية المطاف. كان الاعتقاد السائد أن القوات الإسرائيلية ستبعد قوات منظمة التحرير مسافة 40 كيلومترا عن الحدود، وهي المسافة الكافية لتجنب تأثير صواريخ منظمة التحرير. كان أول من سارع لتبرير الغارات الجوية الإسرائيلية وزير الخارجية الأمريكي ألكسندر هيغ، الذي بدا وكأن أفكار وزير الدفاع الإسرائيلي أريال شارون قد راقت له فأعطاه ضوءا أصفرا. نحن لم نشجع الغزو، ولكن كان هناك تفاهم أنه إذا كنتم ستغزون فافعلوا ذلك بسرعة وعودوا لأراضيكم. هكذا طرح الأمر على الحكومة الإسرائيلية، وهذا ما وافقت عليه تلك الحكومة. لم يفهم أحد أن شارون بتواطؤ من بشير الجميل على الأرجح كان ينوي الوصول إلى بيروت وأن يحارب السوريين ويحاول أسر أو قتل قيادة منظمة التحرير في بيروت. قبل الغزو كان وزير الخارجية هيغ جالسا إلى مكتبه، وكانت هناك خريطة للبنان إلى يساره. كنت جالسا إلى يمينه وكان موريس درايبر واقفا أمام مكتب الوزير. لم يصف الوزير اجتماعه بالإسرائيليين إلا أنه قال: إن الخطط الإسرائيلية في حال غزو لبنان، أعتقد أنه استخدم هذا التعبير، هي الوصل بين الجنوب والشمال. فقال درايبر: ولكن سيد الوزير، هناك مليون شخص بين هاتين المنطقتين ومعظمهم من الشيعة.
كان ذلك اجتماع الضوء الأصفر الشهير. So I think that's the famous amber light meeting that has been written about. وافقت الحكومة الإسرائيلية على الغزو لمسافة 40 كيلومترا، وكانت دمشق مقتنعة كسائر عواصم العالم بهذا الأمر، إلا أن شارون كانت لديه خطط أخرى. الرئيس الأسد في ذاك الوقت أعتقد أنه ارتكب خطأ بعدم تفهم هذا التحالف الثلاثي الجديد الذي نشأ، مجموعة ريغان بالسياسة الخارجية، ألكسندر هيك بالذات، وشارون وذلك، وبشير الجميل. كما الغزو إلى حد كبير فاجأ مدى الغزو، يعني يتوقع عمليات إسرائيلية ضد الفلسطينيين ولكن لم يتوقع ضد القوات السورية. بذل بشير الجميل مسعى أخيرا للتوصل إلى تفاهم مع منظمة التحرير. باجتماع بين هاني الحسن وبشير الجميل عندي بالبيت، بتذكر ما هو هلأ صاير، كان معزوم، كنت عزمهم على الغداء، فبلش بشير جميل يقول له لهاني الحسن شو هو الموضوع الإسرائيلي وأنه فيتين من صوره ورح وصلوا على بيروت، وقال له هاني الحسن شو الحل، قال له الحل بسيط كتير، إعلان ثلاثي بين الرئيس تركيس وياسر عرفات وأنا، الشرط الأساسي أنه أنتوا ما فيش لزوم لسلاحكم، بتتعاملوا بلبنان مثل ما بتتعاملوا مع الدول العربية، أنا موافق على أنكم تنقوا سكنتين تقعدوا فيهم بلبنان بس مش ببيروت، تدربوا فيهم قد ما بتكون، بس سلاح ببيروت ما فيه وسلاح ضد اللبنانيين ما فيه، وبعلن الرئيس تركيس وأبو عمار وأنا منعلن أنه نحن ضد الاجتياح الإسرائيلي ثلاثتنا وبيستم جيش لبنان الجنوب وما بيصير. هذا الحكي مش انه بده يصير هيك، حكي انه صاروا الاسرائيليين تعدوا الحدود بس بعد ما وصلوا عصور. فهاني الحسن بيقول له يا شيخ بشير هذا الحكي بيستحق اني ما اتغدى، انه انزل دغلي عند ابو عمار وابعث لكم جواب من بعد اجتماعي فيه. نزل هاني الحسن عند ابو عمار وبعد ما سمعنا عنه شيء لحد هلا. إلا أن بشير أفهم شارون أيضاً أن الغزو يجب أن يصل إلى بيروت. وقت اللي سئل أنه 40 كيلومتر شو فيكم تستفيدوا منها؟ جواب بشير أنه ما فينا نستفيد منها بالمرة، حتى ما فينا نعمل تصريح. نحكى طيب صيدا، جواب كان برضو نفس الشيء، وبلشوا يحكوا يعني وين المواقع اللي فيكم تستفيدوا منها. وقتها بشير بياخد شارون وبيدله على مدرسة الجمهور، بيقول له هذه مدرستي اللي أنا تعلمت فيها، إذا ما وصلتوا لهون لا يمكن أنه نحن نتحرك أو نقدر نستغل يعني هالعمل بأي شيء اللي كان، إذا وصلتوا لهون أنا في يقعد هون. وقتها كان بعبدة، قصر بعبدة ومدرسة الجمهور يعني مبينين من منطقة المكلس. كانت القوات الإسرائيلية تتقدم من مختلف المحاور باتجاه بيروت، وانكفأ الفلسطينيون، إلى أن الجيش الإسرائيلي واجه مقاومة ضارية عندما قام اللواء الجولاني وهو من خيرة الألوية الخاصة في الجيش الإسرائيلي باحتلال قلعة الشقيف التي زارها بيغن للدلالة على أهميتها.
وكذلك فقد أبدت مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الجنوب مقاومة عنيفة للقوات الإسرائيلية أعاقت احتلال الغزاة لها لأيام عدة. أصبحت المخيمات مناطق منكوبة. وين كنتوا ساكنين؟ هي هنا. هاي كان بيتكم؟ هذاك الجوان اللي مكون. هذا الجيران. مرحبا. مرحبتين. وين انتم ساكنين هناك؟ السابت طرق. قاعدين. وين بدنا نسكن؟ فيش إلا مطعم. شلون بفتش؟ نعم. شلون بفتش؟ عم بفتش على على الميزان وعلى العيارات وعلى السياخ. عم بفتش. مو هاي السهلة. هخيا عم بفتش على السهلة بركي لها غرض، وكل الاغراض دلت فيها، كل المحلات دلت فيها راحت كلها بقى المنطورة. كلها راحت فيها. ايه. ولكن استمرت الانتقادات نتيجة تقهقر منظمة التحرير الفلسطينية العسكري. ليش ما قدرت الناس تواجه؟ نعم. عارفين ولا مش عارفين؟ اتقل انت قل لي مين بيقدر في هذا العالم العربي دولة وجيشا وطيرانا وبحرية وغواصات يواجه إسرائيل؟ ما لقيته إلا منظمة التحرير لكونها بتعرف اللي بدها تواجه كل هذا الجيش الإسرائيلي. نعم. شو نحن طرزان؟ حافظ الأسد وسوريا دخلوا المعركة 5 أيام ووقع وقف إطلاق النار ب10 حزيران. نحن لعنا طيران وممنوع كنا ندخل صاروخ مدى أبعد من هالقد. سوريا تمنعنا. صحيح أن سوريا وقعت اتفاق وقف إطلاق النار دون استشارة أحد، ولكنها قاتلت بشراسة. كان إجبار القوات السورية على التراجع وتحويلهم إلى متفرجين بينما تشتعل المعركة في بيروت أمرا مذلا جدا للسوريين، ولكنهم احتفظوا بلواء في بيروت ولم يستسلم وصمد فيما كانت دمشق تحثه على الصمود. وفي الحرب تفعل ما بوسعك. لم تكن سوريا في تلك الفترة تملك القدرة لمحاربة إسرائيل، خاصة بعد الخسائر التي منيت بها دفاعاتها الجوية في سهل البقاع وجزء كبير من سلاحها الجوي. كانت سوريا في الأيام الأولى للاجتياح لا تزال تعتقد كما اعتقد الجميع أن العملية الإسرائيلية ستكون محدودة. استغرق السوريون ما بين 48 و 72 ساعة ليفهموا ما كان يجري، البعد الحقيقي للعملية. لم يستوعبوا الأمر في اليوم الأول ولا في اليوم الثاني، وأعتقد أن الفضل يعود لعلي أصلان. هو الذي فهم ما كان يحصل وخطة شارون الحقيقية. لم تكن لديه معلومات استخباراتية جيدة، ولكنه تمكن من وقف تقدم القوة الإسرائيلية المتجهة إلى ظهر البيدر، وحصل على وقت إضافي لجلب المزيد من القوات إلى سهل البقاع لإقامة خط دفاعي هناك. موسيقى
قاتلت القوات السورية بشراسة في البقاع عندما وجدت أن التقدم الإسرائيلي بات يدنو من العمق الاستراتيجي للأراضي السورية، فاشتبكت دبابات وقوات خاصة سورية مع الجيش الإسرائيلي وألحقت به خسائر جسيمة. الإسرائيليون أول من يعترف أن المشاة السوريين أبلوا بلاء حسنا، قاتلوا بشراسة. أرادت القيادة العسكرية الإسرائيلية السيطرة على طريق بيروت مع بيغن،